قلنا بس تاني. هو ايه اللي تاني؟ انا قربت لك ولا هي تلاكيك وخلاص يعني؟ وانت عامله ايه؟ شفت يا بنتي، اتنين متعرضين لسرقه بالاكراه سوا وفي غربه، خلاص حرام يسالوا على بعض. ماشي كتر خيرك. ها في حاجه تانيه؟ اه في، وفي تالته وفي رابعه وفي خمسه. وما يعرف الشغل انا ما احبش صواني وبسبسه انا يلا على شغلك. ونقول الو. الو يا سيد الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي يا جدع؟ اصبر، هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت ارجي يا اخويا في خطر ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سال عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا. استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. الو ايه يا ورده؟ انتوا فين؟ ايوه ايوه انا على شمالك، تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه، دخلوا الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك، رايح فين؟ هبوس ايديك دقيقه واحده بس، هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده، هستاذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا مش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الاوضه معقده. حاضر. تسلمي لي يا ورده. تسلمي لي يا سايب ورايا راجل. حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا سام، والرجاله ما بترجعش غير اللي خلقها وبس. انا جنبك ومستنيك اخوي وابني. لو تسمح تستنى لي بره وانا هطلع لك اشرح لك الحاله. سعيد ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سعيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من السوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني بس؟ واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمه قلالات الدين. سيد هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل، ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاديصه ولا حس ولا خبر، كنينه ومحدش يعرف لهم مطرح. طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور. هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هنقله في اوضه عادي. يعني مفيش اي حاجه خطره؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي، لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن. الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ اشاش، قطن، ميكروكروم، انتبيوتك. هو أسامة عنده إيه؟ هي دي أخلاق الفرسان، خطوة عزيزة يا ست. بلا عزيزة بلا تفيدة. أنا بقول كده برضه. وأنتِ إيه؟ مالكيش كبير؟ ها؟ تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش أخت كبيرة تستأذنيها؟ إيه؟ أنا جبت طارق يطمن على أخوه. طب هما وإخوات، أنتِ إيه اللي حشرك ما بناتهم؟ أقل حاجة تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على إيده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى. تربيتي. يلا يا اختي همي. وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخوي. لا معلش يا طروقه، انا
روح انت النهارده اسامه بقى كويس. طب اطلع بوسه. لا قوم هات بوسه وانا ابقى اوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا صلاح. حرام عفشة التاكسي انتهت. يلا يا اختي. اتفضلوا. يلا يا اخوي. يلا. يلا. سيد سيد قوم عشان اروحك عشان ترتاح شويه عشان تقدر تكمل انت جاي من مشوار بعيد. روح انت يا سمح. لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير تمام. عيب عليك يا سيد. اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمح. عندك حق برضه. Thank you.